مدرسة الرجاء من إنتاج مدرسة الرجاء إسماعيل بالمعلم، وهذا جانب من الجمهور الذي يتابع هذه المباراة. الشباك تهتز بالمركب الرياضي محمد الخامس لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. بالمعلم عميد الرجاء بضربة رأسية من تمريرة مركزة من لاعب القناوي اللاعب السابق للجمعية السلوية، وهدف أول لفائدة فريق الرجاء. اعتقد ان الطوله ديال بالمعلم ساهمت كثير في تسجيل هذا الهدف والخبره ديال بالمعلم. والحل جاء من رجل ديال الدفاع، وكان دائما كنأكد بانه المساهمه ديال المدافعين في الادوار الهجوميه دائما ما كتجد ان بليس، لانه دائما ما كتكونش عليه ان ماركاج. المشاركه ديال المدافعين الجانبيين دائما كيعطيو حلول اضافيه ديال الهجوم، وبالتالي المدافع ضروري بانه يساهم في الهجوم باش يعطي الاضافه للفريق.